مشاهدينا، يسعدنا جدا أن نذكر بأن المذيعة المغربية نبيلة كيلاني والتي رأيناها للتو انضمت بالفعل لأسرة اليوم وستكون معنا في جلستنا هذه قريبا. أهلا بكم، أنا نبيلة كيلاني آخر المنضمين لبرنامج اليوم على الحرة. تابعوني بكل ما يتعلق بملفات الأسرة من المحيط إلى الخارج، وشاركوني بأفكاركم واقتراحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة ببرنامج اليوم على الحرة، وكذلك على فيسبوك وتويتر الخاصين بي. وترقبوني يوم الأحد المقبل إن شاء الله في أول ظهور لي على الشاشة مع كل فريق البرنامج باسل، فاتن، لبنى وعمر. وإلى ذلك الحين أقضوا نهاية أسبوع سعيدة حقيقة، ونحن أيضا سعداء بانضمام نبيلة وننتظر ظهورها معنا. أكيد النهار الأحد إذا الله رح تكون معنا نبيلة الكيلاني، وأنا بقول لها باي. هي شايفانا دلوقتي فعلا، ونحن ننتظر ظهورها معنا الرسمي يوم الأحد إن شاء الله. مشاهدينا بهذا نصل إلى نهاية مشوارنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء.